أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج كفاءات أردنية. يسرنا في هذا اليوم أن نستضيف الأستاذ عصام الصقر، رجل الأعمال الكبير. عصام الصقر، تحياتي. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. الله يسلمك. نورتنا على شاشة تلفزيون جوسات. أنتوا أحسن. الله يسلمك. الله يسعدك. أستاذ عصام، عرفنا وعرف السادة المشاهدين بالبطاقة الشخصية لحضرتك، حيث الاسم. نبدأ عن السيرة المهنية لحضرتك. تمر. أنا اسمي عصام الصقر. احنا عمانية، يعني بديت حياتي المهنية بأمريكا بعد الدراسة. ايش كنت درست استاذ عصام؟ إدارة الطيران. إدارة الطيران، ثم طيار. وبعدين قررت اني ارجع لوطني، فرجعت بال 99 وبدينا بكرة عملنا بالأردن في المناطق المؤهلة. نأسس صناعة النسيج بالأردن حسب المتطلبات العالمية، ونكون قادرين نتنافس مع الهند وسريلانكا وبنغلاديش ما شاء الله وفيتنام وهالبلدان والصين. هالبلدان صارتها من زمان في الباع. هاد بديناها بمنطقة التجمعات الصناعية سنة 2000، بعدين طلعنا على منطقة الليل الصناعية، بعدين طلعنا على منطقة الكرك الصناعي، واليوم احنا كمان في منطقة إربد الصناعي. أعطيك فكرة عن صناعة النسيج. يعني كان في 99 كانت صناعة مبدئية بس بسيطة، مصانع صغيرة ما في تصدير. كان مجمل الناتج من صناعة الملبوسات بالأردن بحدود 17 مليون دولار. اليوم قاعدين بنصدر بس لأمريكا لحالها مليار و800 مليون دولار. ما شاء الله. وتطور في قطاع النسيج ومن ماكينات ومن تكنولوجيا، يعني تطور سريع. زائد انه يعني صورة تصور سيدنا لمستقبل الأردن هي في شيء بيسموه الاسم ايه، السمول وميديوم انتربرايز، الشركات الصغيرة والوسط الوسطية اللي هاي مفروض تشغل بحدود 60-70% من الأعمال عندنا بالأردن، والباقي على الدولة. اليوم عندنا شوية مشاكل في الموضوع هذا، انه احنا الاسم ايز تشغل بحدود 30-40%، والدولة متحملة العبء الاكبر في الموضوع هذا. فاحنا مثلا بالمناطق المؤهلة شغلنا بحدود 36,000 عامل. ما شاء الله. نعم، في المناطق اللي مطلوب فيها التشغيل، اللي هي المناطق اللي حوالين عمان. مش جوا عمان. عمان ماخذ حظ، يعني ماخذ حظ اوفر من الاستثمارات. فدائما التحدي تبعنا احنا نوصل للمناطق اللي المحيطة أو المناطق الخارجية بالبادية الشمالية بالبادية الوسطى، ونشوف فرص عمل ممكن يتم تنفيذها هنا. ما شاء الله عليك. يعني ما شاء، يعني مش عارف ايش نحكي لك، بس ما شاء الله عليك، يعني خادم المجتمع وخادم الشباب، وبتعمل توصيات جلالة الملك عبد الله الثاني الله يخلي لنا اياه. الله يسلمك. بعد النسيج انتقلت لعمل اخر. بعدين دخلنا على صناعة الغذائية. فتحنا اول مصنع بالعالم لانتاج شراب الشعير، مصنف حلال من مجلس الحلال الماليزي. اللي هو خالي من الكحول. اللي هو خالي، مصنع بطريقه من الاساس ما فيش فيه كحول. فكنا اول مصنع بالعالم بيحصل على شهاده الحلال الماليزيه. المصنع تطور لمصنع وطني اسمه التجاري، كان اول اسم تجاري أردني بوصل الـ NBC والسي بي. ما شاء الله. احنا اليوم منتج عالمي توزع بكل البلدان العربية، صدرنا لـ 35 بلد قبل ما نطلع بالمصنع. بس يعني نجاحنا في الأردن كان بده شراكة مع شركة عالمية ممكن تأخذ المرحلة صحيح. اللي أكبر من مجرد أنه مصنع بادي وناجح إلى آخر. تمت الشراكة مع شركات عالمية؟ تم الاستحواذ بالكامل على المصنع من الشركة العالمية بصراحة.
والحمد لله يعني المصنع ما زال شغال والام بي سي ما زالت بتبث الدعايات المنتج والحمد لله الامور طيبه. الحمد لله. انتقلت لمشروع الطاقه العقار بال 2006 اخذنا مبلغ استحوذنا عليه من الشركة العالمية ودخلنا على شركة على قطاع العقار، بديناها بتأسيس اسم منزلي ايجل ستيت. كان التحدي الكبير تبعنا احنا نطور سوق العقار شوي، مع انه اهم سوق بالاردن سوق بمثل بحدود 50% من دخل الدولة. صحيح. من المبيعات والضرائب والثقافات. فاشتغلنا على السوق العقاري من 2006 لليوم، طورنا اسم ايجل ستيت صار الكل ما شاء الله هو اشهر من ان يعرف. صحيح. صار الكل بيعرفين الحمد لله، حافظنا على مصداقية تبعتنا بالسوق، طورنا فكرة العقار من مجرد سمسرة لمحفظة عقارية شغالة بالإدارة العقار، فيها استثمارات بحدود 30 مليون دينار ما شاء الله، شغالين اساسيا مع الشركات العالميه اللي عندها موظفين من 30 ل 50 موظف على الاقل، محتاجين لخدمات بيوت مكاتب صيانه. بعدين دخلنا على مجال تطوير الاراضي الكبير، فاسسنا اول منطقه تنمويه لانتاج الطاقه الشمسيه في المقر على 7000 دنم بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة وكل رأس الوزراء وديوان كافة التراخيص التراخيص يعني الموضوع يعني صار له 3 سنوات على في طور الدراسة والدراسات الفنية. فبكل شرف بزف للأردن يعني إنه إحنا أول سولار بارك، أول مزرعة طاقة بديلة بالعالم العربي قطاع خاص. الحمد لله. يعني ايش بديناها قبل اي حد ثاني، بس للاسف في دبي عملوا مزرعه طاقه قطاع عام من سنه، وفي المغرب بدوا فيها من شهرين. ما احنا حنكون احنا من الاوائل ان شاء الله. يعني طبعا مزرعه الطاقه بتنتج 200 ميجا وات، بتغطي احتياجات 16000 منزل على الاقل، فيها عماله ل 300 اسره في البادية الوسطى اللي هي من أهم المناطق اللي بدها تطوير في المرحلة الحالية. صحيح. وإن شاء الله يعني إن شاء الله طبعا راح نكمل مع الأستاذ زياد عبد الجواد عن إيجل ستيت، عن مؤسسة النصر إن شاء الله. ولكن خلينا نسألك، ما شاء الله أستاذ عصام كان لك صولات وجولات داخل الأردن وخارج الأردن. الحمد لله. ولكن أنت حكيتها في البداية إنه قررت أرجع لوطني وبلدي الأردن. هو الأردن غير، تراب الأردن غير علينا، والحمد لله حب الله الأردن بنعمة الأمن والأمان تحت ظل الرعاية الهاشمية. شو بتعني لك نعمة الأمن والأمان؟ إحنا خدمين لكل تربة رمل موجودة بلدنا العزيز وما بنستغني عنها، والبحر من أمامنا والعدو من خلفنا، ما في مخرج. هاي البلد قبلنا فيها وإحنا همنا إنه إحنا نطورها صح، بدون لا محسوبية ولا نطورها زيها زي أي بلد ثاني عالمي. واللي عندنا كثير بس بدها شوية تعب، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هي مهمة أمن نوصل لهدف البناية وبالرؤية الهاشمية إن شاء الله بـ 2020 إن شاء الله. أنا متأكد إنه الأردن حيكون من أهم البلدان العربية كعاصمة بنك، كعاصمة اقتصادية وعاصمة سياحية، والأمور ماشية صح بإذن الله تعالى بالاتجاه إن شاء الله. يعني بهمة الرجال أمثالك الأعمال أمثالك سوف نطور الأردن ونسعى فيها إلى الأمام. أستاذ عصام بدي أسألك، لو قدر لك بمقابلة شخصية مع جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى لمدة 10 دقائق، نعم سيدي، محور الحديث بينك وبين جلالة الملك إيش راح يكون؟ تجربتنا السابقة 16 سنة اللي فاتوا في تطوير الاقتصاد وأهمية تطوير المدن الحضرية اللي حوالين عمان، والمشاريع اللي برأيي أنا بتمشي بهذيك المناطق على أساس نوصل للهدف اللي احنا بدنا إياه، أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية توظيف 60% من كفاءة الأردنية إن شاء الله يا رب.
ينادي دائما جلالة الملك لدعم الشباب وحث الشباب على العمل، ومستشهد مقولته ارفع راسك انت اردني. بدنا كلمة من رجل الاعمال عصام الصقر للمشاهدين، لاخواننا الشباب، لحث الشباب على العمل. يعني ما في حدا ببلش رجل اعمال، كله لازم يبلش ستيب باي ستيب. والله احنا بدناها من الصفر الحمد لله رب العالمين. الواحد يعني فعلا بداها من الصفر، بس هو العمل الدؤوب من الصباح الباكر للمساء هو اساس النجاح. فانا بحث كل شبابنا انه ما والتخلي عن ثقافه العيب، ما يتخلى انه هاي ثقافه العيب اصلا لازم تنشال تنمحي المجتمع تبعنا. فيش عيب بالشغل، العيب ان الانسان يمد ايده لحد وبكل سهوله يتوقع، يعني وما يتوقع ان الانسان اللي قدامه حيعطيه بدون ما يكون في عطاء متبادل. اوكي، ف يعني اهم شيء البدايه والخير ما بيجي في يوم وليله. اكيد يعني النبته بدها 3 سنوات 4 سنوات لتكبر. نفس الشيء بالنسبه للمستقبل، المستقبل بده خط يعني 10 سنوات. مش غلط ان الانسان يعمل خطه عمل يمشي عليها يوصل لها. ونستشهد مشاهدينا بكلام الاستاذ عصام رجل الاعمال الكبير، من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، وكل حدا بده يزرع إشي إلا بعد فترة ما يلاقي المحصول تاعه ويحصده. شكرا لكم مشاهدينا، نستكمل حلقتنا من النسر العقاري، الصقر العقاري أنا آسف، مع الأستاذ زياد عبد الجواد. نستكمل مشاهدينا حلقتنا من الصقر للعقار، مؤسسة الصقر للعقار، مع الأستاذ زياد عبد الجواد رئيس قسم التقييم. حياك الله. هلا فيك استاذ زياد، نهارك سعيد بالاول. نهارك اسعد الله يحييك، اهلا وسهلا فيكم. استاذ زياد احكي لنا اول شيء، كم سنه صار لك بالمؤسسه هون؟ انا صار لي من بدايه تقريبا انشاء هذه المؤسسه منذ حوالي 8 سنوات. ما شاء الله عليك، رئيس قسم التقييم. احكي لنا شو عن قسم التقييم استاذ زياد. قسم التقييم حقيقه انا موظف سابق لدى دائره الاراضي والمساحه لمدة 30 سنة. إن شاء الله. واكتسبت مهارات من خلال عملي لدى دائرة الأراضي والمساحة، وحاصل على شهادة معتمدة من دائرة الأراضي والمساحة بالتقدير العقاري. والتقدير العقاري حقيقة يعني يساعد الأشخاص والشركات والبنوك والمؤسسات في معرفة قيمة العقارية لأي عقار. وبالتالي في البيع، في الشراء، في تقسيم الورثة لدى البنوك لأداء إعطاء القروض العقارية للأشخاص للشركات. وبالتالي كان من الضروري وجود أشخاص يقوموا على تقدير العقار لخدمة هاي الشركات والمؤسسات والأشخاص. دعنا نتكلم عن طبيعة النسر العقاري، ماذا يميز، أهم الميزات في هذه الشركة؟ الشركة كما حكينا أو المكتب العقاري أنشئ منذ 8 سنوات، وهو من الشركات الرائدة في عمان وحوالين عمان. المكتب بيقوم بعدة أمور، لدينا على فكرة كادر مؤهل شباب من الشباب الطموحين للقيام بأعمال الوسط توسط بين الزبائن، وجماعة متخصصين بهذا المجال ببيع وشراء، للتوسط لبيع وشراء أراضي عقارية بغض النظر شو كما كانت تصنيف، سكني، تجاري، صناعي، زراعي. وبالتالي لدينا مجموعة من الشباب الطموحين يقوموا بهذا العمل. بالإضافة لهذا العمل عندنا إدارة وصيانة للعقار، عندنا محفظة عقارية للشركة نقوم بإدامة صيانة وإدارة العقار. أيضا لدينا مجموعة من الشباب الطموحين يقومون بتسويق العقار بطرق مبتكرة وحديثة وتستاهل أن الواحد يطلع عليها، اللي هي مسؤولها الأستاذ محمد. محمد قنيطة، نعم. إن شاء الله راح نعمل مقابلة مع الأستاذ محمد، بس بدنا نوضح مفهوم الوسيط. الوسيط كرجل عقارات أنت وسيط حقيقة، المعنى المطلق وسيط، لكن إحنا خبراء في الموضوع. نحن نقوم بدراسة العقار ومعرفة السعر بموجب الشباب الموجودين للتقدير، وبالتالي نطلع
المشتري أو البائع على قيمة العقار السوقية. صح. في الأيام المتواجدين نحن فيها، وبالتالي بيكون على بينة البائع أو المشتري أنه العقار الذي يريد بيعه أو شراءه هو السعر بلس ماينس، يعني مش كثير، يعني بزيادة ضمن الأصول. صحيح. المتبعة. وبالتالي احنا نقوم بموضوع التقدير بشكل مهني عملي فني مدروس. يعني بارك الله بكم، ما شاء الله عليكم، ماشيين ضمن سياسة في مؤسسة النصر العقاري. والحمد لله مؤسسة النصر يعني لولا هاماتكم ما كان لها السمعة الطيبة في البلد. بدك تحكي لنا أستاذ زياد عن أهم المشكلات اللي بتواجهوها خلال العمل. حقيقة احنا يعني من خلال عملنا ومراجعاتنا للدوائر الحكومية، لأنه بخصوص عملنا كوسطاء احنا نتعامل مع دائرة الأراضي والمساحة، مع أمانة عمان، مع البلديات. المصاعب بشكل عام يعني دائرة الأراضي والمساحة بالأيام الحالية أصبح يعني خدماتها جيدة، كادر جيد يقوم على خدمة الزبائن، لكن موضوع التقدير والتغالي بعض أحيان في تقدير الأراضي اللي في عمان رقم واحد. رقم اثنين، نتمنى على رئاسة الوزراء أن تستمر بالإعفاء اللي تم إلغاؤه قبل أيام 50%. صحيح. صحيح. حتى يكون في حركة أكثر على تجارة العقار. نعم. صحيح. كون تجارة العقار مربوط في شركات إسكان، في عمال، في أكثر من باب له علاقة. أكبر باب كما قال الأستاذ عصام. نعم. هي يعني أكبر باب في الأردن من مجال الاستثمار والدخل. يعني ما شاء الله عليك أستاذ زياد، نتمنى لك العمل الدؤوب إن شاء الله والعمر الطويل. شكرا لك على هذه المقابلة والكلمة الطيبة. أهلا وسهلا فيك وشرفتونا، حياك والله. ونستكمل مشاهدينا مع الأستاذ محمد قنيط. مشاهدينا الكرام، نستقبل حلقتنا من مؤسسة النسر العقار مع الأستاذ محمد قنيط مدير مسؤول التسويق. أهلا وسهلا فيكم. تفضل أستاذ محمد، عرفنا طبيعة عملك هون. أنا هون مسؤول التسويق في الشركة، ماسك التسويق بشكل عام، نسوق العقارات اللي عندنا، بنحاول نوصل الناس بأكثر من طريقة، بطرق حديثة، سوشيال ميديا. بتعرف هلا تغير الوقت، صار معظم استخدام الناس انترنت وزيت هذا. فاحنا بنحاول نوصل الناس بطرق مبتكره، طرق جديده غير عن قبل، غير عن الجرايد، غير عن هذا. كم سنه لك هون؟ تقريبا لي سنه هون اشتغل في الشركه. ايش اهم الصعوبات والعقبات اللي بتواجهها خلال العمل؟ والله تقريبا بشكل عام الشغل مريح، يعني طبيعه العمل ما عندنا اي مشاكل ان شاء الله. وبنحاول ان نوصل بالشركه انها تصير رقم واحد في الاردن في مجال العقارات والتسويق العقاري. إن شاء الله. كل الشكر أعزائي المشاهدين للأستاذ محمد قنيط رئيس قسم التسويق في شركة النسر العقاري. دمتم بأمان الله. We'll be right back.